هذا النظام الذي إلى الحكم في عام 1962 حين عطل القوانين وأعلن حالة الطوارئ وبدأت مرحلة من القمع والقتل للأسلحة. تركز السوء في أسوأ مرحلة من تاريخ سوريا الحديثة منذ مجيء حافظ الأسد إلى الحكم. تعلمون في عام 1963 في عام 1967 حين كان وزيرا للدفاع وأعلن سقوط القنيطرة قبل سقوطه ب 24 ساعة وأمر الجيش بانسحاب الجيش. فباع الجولان وقبض الثمن رئاسة الدولة فأصبح رئيسا للجمهورية. ثم أصبح الحكم وراثيا، حكم جمهوري وراثي، بدعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. في عام 900 في أكثر من مرحلة من تاريخ سوريا الحديث، تاريخ الباعث من 64 في 65 جلت مظاهرات وإضرابات في بلاد القمع كما في الآن. في عام 1980 تعلمون الأحداث التي جرت في الفترة بين 1980 و90 فقدنا في سوريا أكثر من 70,000 شهيد، وفي تدمر والعزة أكثر من 15,000 شهيد قتل. وهذه الصيغة التي يفهم بها نظام حافظ الأسد ورئيسه بشار. الآن جاء بشار الأسد إلى الحكم كما تعلمون، زوروا الدستور وعدلوه في ربع ساعة من أجل تعديل سن رئيس الجمهورية حتى يتسنى بشار الأسد الوصول إلى السلطة، وتم ذلك.